شيرين قص لي شعري ابن الكلب وضربني حسام عورني في وشي شكرا اركن الناحيه الثانيه عمرو اديب اخبارك يا شيرين بحبه انا بحبه مش قادر استغنى عنه هو في يا جماعه هي قضيه مصر بقت شيرين وحسام احنا مالنا ما يتحرقوا هما الاثنين هي دي مشاكل مصر ناس داخله على دراسه ومدارس وجامعات وفي غلا ناس متربصه بالله. وفي ناس متربصه لك بره وانت ومراتك شغالين في شيرين وحسام ما يتحرقوا الاثنين واخوها راح بلغ دي بيشمه المستشفى وهي قايله لي قبل كده ان اخويا ده بيشغل انا شخصيا بتاعت مع بنت اسمها زينه جولي مره النادي قالت عايز اخد محل من دول تقليك قالت لي لا عشان اخويا بيشم احنا مالنا ويقول لك الثروه القوميه تحافظ على نفسها. مرتضى منصور بيهاجم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب اللي كلنا بنحبها واللي اعتقد يعني مفيش حد بيكرهها الا الناس المتشددة دينيا اللي للأسف يعني انا شايف من وجهة نظري ان هم ما بيدوش كل حد حقه ودايما تلاقيهم بيقولوا ازاي فخر مصر وازاي رمز مصر ودي واحدة فاسدة والكلام ده كله وكان الاولى ان هم يدوه حقها ان بكل بساطه كل واحد مشهور في مجاله والناس بتحبه وعنده جمهور رمز لمصر الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه رمز لمصر ولكن في المجال الديني والفنانه شيرين عبد الوهاب رمز لمصر برضه ولكن في المجال الغنائي تعالوا بقى نسمع هجوم مرتضى منصور على الفنانه شيرين وطليقها حسام حبيب شيرين قص لي شعري ابن الكلب وضربني حسام عورني في وشي شكرا اركن الناحيه الثانيه عمرو اديب اخبارك يا شيرين بحبه مش قادر استغنى عنه هو في يا جماعه هي قضيه مصر بقت شيرين وحسام هي قضيتنا بقت ده وده الاخ عمرو والاخت لميس هنا ابن كلب لا مؤاخذه يعني وحلق لي شعري وعورني ورماني بلكونه طبعا عند عمرو بحبه مش قادره احنا مالنا ما يتحرقوا هما الاثنين هي دي مشاكل مصر ناس داخله على دراسه ومدارس وجامعات وفي غلا وناس متربصه بالله. وفي ناس متربصه لك بره وانت ومراتك شغالين في شيرين وحسام ما يتحرقوا الاثنين واخوها راح بلغ دي بيشمه المستشفى وهي قايله لي قبل كده ان اخويا ده بيشغل انا شخصيا كانت مع بنت اسمها زينه جولي مره النادي قالت عايز اخد محل من دول تقليك قالت لي لا عشان اخويا بيشم احنا مالنا ويقول لك الثروه القوميه تحافظ على نفسها عيله غلبانه ضيعت نفسها والدكتور نبيل اللي بيعالجها صديقنا وبيتعشى معانا كل يوم وانت عامله لي اعلان عافر ما تعافر انت القرف ده سوقت سمعتنا بره واحده مستوليه على مليار جنيه من بني ادم محترم كان جوزها وده ما كل واحد في حاله تقول له عايز منك ذره رجوله خلي انت عندك ذره كرامه ورجاله فلوسه ايه القرف ده والتانيه كل شويه زوج محدش يعرف ومفاجاه بعيل جاي هي ام كلثوم عملت كده ولا نجاة الصغيرة ولا شادية ولا فايزة ولا صباح ما فيش كلام ده احترام واحدة تروح المغرب على المسرح انت بتغني تقول لهم ايه اتكلم هنا براحتي وحريتي عشان مصر ما فيهاش حرية هي نفسها الهانم وتعالين راح حفلة تانية مش عارف في السعودية ولا الامارات تقول ايه ما شربش من هنا بلد كلها بالهريسية نار النيل وتحملنا مره واثنين وثلاثه واربعه خلاص اقفل الصفحه في ناس مش لاقيه تاكل وناس تاكل من الزباله زي ما شفنا كده يا جماعه هجومه على الفنانه شيرين عبد الوهاب في ازمتها الاخيره للاسف انا ما كنتش متوقع منه كده لان هو شخصيا محامي وعارف القانون وعارف قد ايه ان الواحد لما بيتعرض لازمات نفسية وخصوصا لما يكون حد مشهور وعنده جمهور وبيبقى شخصيته للأسف زي شيرين كده طيبة وغلبانة وضعيفة ومش بتعرف تتحكم في تصرفاتها قوي بيبقى محتاج الدعم من كل الناس
دعم معنوي، دعم نفسي، دعم قانوني، كل الدعم بيبقى محتاجه. فشيرين محتاجة دلوقتي الدعم مننا كلنا. شيرين قدمت كتير جدا للبلد دي، حببتنا في مصر أكتر وأكتر بأغانيها وبكلامها، وحببتنا في شخصيتها طبعا بعفويتها وطيبة قلبها. شيرين طبعها مصري، مصر أصيل. قسما بالله يا جماعة، أنا لما اتكلمت على شيرين أنا اكتشفت إن في ناس حبت مصر وحبت ستات مصر بسبب شيرين. قد ايه انتوا جمال، يعني بيتقال لي كده في التعليقات، قد ايه انتوا جمال وعندكم شيرين، يا بختكم بشيرين. فيعني تخيلوا بقى ان يكون ده كله موجود عندنا، ثروه قوميه زي شيرين، وحد مشهور برضو يطلع انتوا كده زي مرتضى منصور، وخصوصا انه يكون كمان راجل بيفهم في القانون. ده احنا عرفنا ان في عصابه متلميه حواليها، حسام حبيب وساره الطباخ وغيرهم، شله فاسده حواليها ضيعتها. تيجي انت بقى في الاخر يا رجل القانون تنتقدها؟ طبعا كل الاحترام ليه، وده بالنسبة لي مجرد انتقاد. انا بحب شجاعة مرتضى منصور، ولكن ما بحبش غلطه ابدا، ولا بحب كبرياءه.